أتت هذه الزيارة لنقدم الخدمات لهذه الناحية التي تعتبر أكبر ناحية على مستوى العراق من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان. هناك 8 مجمعات، 4 أقسام بلدية تابعة لبلدية ناحية الشمال، بالإضافة إلى سنجار. هناك آلاف العوائل ساكنة في سنجار تحتاج إلى خدمات البلدية. هذه الزيارة أعتبرها زيارة ناجحة، لكون مدير البلديات قدم خدمة وموافق على كافة المتطلبات والاحتياجات المقدم إليها من خلال هذه الزيارة من قبل مدير بلدية ناحية الشمال ومدير بلدية سنجار، من حيث زيادة عدد العمال، من حيث زيادة أجورهم، من حيث زيادة حوضيات الماء إيجارها. تم تمديد هذا الإيجار للحوضيات لتوزيع مياه الشرب لغاية رأس السنة. تم الموافقة على زيادة عدد عمال البلدية، إضافة 100 عامل إلى العمال السابقين لزيادة الخدمة للمنطقة. تم الموافقة على تأجير شفل زائد قلاب لحين توفر شفل للناحية. يعني من كافة النواحي أبدأ موافقته مبدئياً ومباشرة، يبدأ التنفيذ غدا بعد هذه الزيارة من حيث توفير العمال في سبيل يتم تقديم الخدمات البلدية خاصة لناحية الشمال وأهالي الساكنين في جبل سنجار. بتوجيه من الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، اليوم والحمد لله قمنا بزيارة تفقدية إلى ناحية السنوني برفقة أعضاء مجلس محافظة نينوى، كل من السيد خضر والسيد سيدو والسيد بركات، وعقد اجتماع موسع في مقر ناحية الشمال، حضره كل من مدير بلدية سنجار لعدم وجود مقر في سنجار، وكذلك مدير بلدية الشمال وحضور أعضاء المسؤولين في الناحية. وتم التباحث في موضوع تقديم الخدمات إلى المناطق المحررة وخاصة المناطق المنكوبة في غرب الموصل ومنها قضاء سنجار وناحية السنوني. تم طرح عدد من المعضلات والمشاكل التي تواجه العمل الخدمي، وتم معالجة معظم هذه المشاكل، وتم كذلك تخصيص مبالغ لغرض إقامة مشاريع منها عن طريق المحافظة ومنها عن طريق الوزارة، كما تم تشغيل أيدي عاملة بحدود 100 فرصة عمل في ناحية الشمال و25 في قضاء سنجار من أجل دعم الاستقرار في محافظة نينوى. كذلك تم تخصيص سيارات حوضية لمدة لغاية نهاية السنة الحالية من أجل إيصال الماء الصالح للشرب إلى مناطق سنونية وكذلك قضاء سنجار وبوقع 16 سيارة حوضية. كذلك تم تخصيص 5 مولدات إلى قضاء سنجار من أجل إيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين العائدين، كون قضاء سنجار معدوم خطوط الناقلة، لا توجد خطوط ناقلة الضغط العالي، تعرضت إلى عملية تخريب من قبل عصابات داعش الإرهابية. كل هذه الخدمات نقوم بها من أجل إعادة الاستقرار إلى محافظة نينوى بشكل عام وكذلك إلى غرب الموصل بشكل خاص. تم مناقشة الواقع الخدمي في ناحية الشمال بصورة عامة. طبعا ناحية الشمال تعد من أكبر النواحي على مستوى العراق كله. نشكره بعد تقديم الطلبات تم الموافقة على زيادة عدد العمال من 70 إلى 170 عامل، مع تأجير شفل وقلاب لمدة 100 يوم، مع تأجير سيارات حوضية 14 سيارة حوضية لناحية الشمال إلى نهاية السنة إلى 1/1/2018. تم مناقشة عدد مواضيع فيما يخص التنظيفات والمشاريع المقدمة والمشاريع المقترح تقديمها مستقبلا فيما يخص عمل البلدية. وكان من ضمن المناقشات الاجتماع احتياجات بلدية سنجار، تم تخصيص 25 عامل وتأجير سيارة ساحبة عدد 1، إضافة إلى العمال والآليات الموجودة لدى البلدية، وذلك للوقوف على احتياجات بلدية سنجار من تنظيفات الشوارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك بعض المشاريع المستعجلة كانت من ضمن المناقشة.
مشاريع، مشروع بناء بلدية سنجار، تم تخصيص مبلغ لإنشاء بناء بلدية سنجار جديدة، كون مقر البلدية مهدم كليا من خلال عمليات العسكرية ضد عصابات داعش. اليوم تشرفنا بزيارة السيد مدير بلديات محافظة نينوى الأستاذ عبد القادر أحمد الحسن، والسادة أعضاء مجلس محافظة نينوى السيد سيد شطوع عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة التآخي والتعايش، والسيد بركات شم والسيد خضر الياس. وفي الحقيقة مناطقنا تعتبر بلدية الشمال من البلديات الثاني بلدية بعد قضاء تل الأحفر، ولذلك طلبنا من جناب مدير بلديات محافظة نينوى بدعمنا، ووافق السيد مدير بلديات بدعم بلديتنا ب 100 عامل، إضافة 100 عامل إلى بلديتنا، وتأجير 4 ساحبات وتأجير قلاب وشفر لمدة 15 يوم كل شهر، وكذلك وعدنا بعمل كشوفات من قبلنا وتزويد البلديات بها من أجل الموافقة عليها لتبليد وأكساء الشوارع في مركز ناحية الشمال والمجمعات التابعة لها.